هي أول رحلة للقطار الجديد الذي استفادت منه ولاية خنشلة ضمن البرنامج التكميلي، والتي انطلقت صبيحة اليوم من المحطة الرئيسية الحامة باتجاه محطة عين البيضاء بولاية أم البواقي على مسافة 50 كيلومتر. خويا نشكر الدولة تاعنا على 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 الخير هذا اللي مدت لنا، والقطار هذا راهو كنز لولاية خنشلة ونورمالمون يستحفظوا عليه، وخاصة الأولاد تاع ولاية خنشلة يستحفظوا به. كنت مبروك، أنا راني كاري، أنا كاري في الجزائر، تمرميدة اللي ما عندهاش الزي، هذا فايدة لنا وفايدة لكم. إن شاء الله تكون رحلة مليحة، إن شاء الله رايحين لعين البيضاء مع الأولاد، نروحوا نحوسوا شوية، نديروا رحلة، أول رحلة إن شاء الله نديروها مع الأولاد، وإن شاء الله يحافظوا عليه الأولاد نتاع خنشلة إن شاء الله. إحنا فرحنا ياسر ياسر، وماذا بينا تكون حاجة فور خير من هذه إن شاء الله، حاجة لقدام. وربي يجيبها في الصواب من شروح، نفرحنا ياسر ياسر، وربي يبقى علينا السر ويستحفظوا الحوايج تاعنا. هذا المشروع وبعد تدشينه من طرف رئيس الجمهورية خلال زيارته لولاية خنشلة يعد مكسبا هاما يحقق التنمية الاقتصادية وتنويع المواصلات. رحلة مجانية اليوم أول الأجوان الساعة 10، الانطلاق يكون من محطة خنشلة والوصول إلى محطة عين بيضاء والرجوع، وهذا لتمكين مواطني مدينة خنشلة التعرف على القطار والخدمات التي تقدمها الشركة الوطنية لزبائنها الكرام. اليوم إن شاء الله هو انطلاق أول رحلة إن شاء الله لخط السكة الحديدية بالقطار ما بين ولاية خنشلة وعين البيضاء، وهذا مكسب عظيم بالنسبة للسكان خنشلة إن شاء الله، يطوروا في هذا الإنجاز إن شاء الله إلى خطوط أخرى حتى توصل إلى الولايات الجنوبية إن شاء الله، ونتمنى كل الخير للبلاد. بعد ما دشنت هذه المحطة الجديدة البارحة من قبل السيد رئيس الجمهورية، تصر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تدعو زبائنا الكرام وأهالينا في خنشلة أن يقوموا بالمحافظة على هذا المكسب، يستحفظوا به لأنه مكسب حقا جديد. الحفاظ على هذا المكسب الهام من الأولويات التي وجب على المواطنين الالتزام بها، وخطوة إيجابية من شأنها توفير الأرضية الملائمة لخلق حركية اقتصادية.